حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه احببت ان اتوقف اليوم مع ايه مرعبه بالفعل. والله اذا ادركنا معنى هذه الايه ستنقلب حياتنا رأسا على عقب. من منا لا يظلم نفسه؟ يضيع اوقات الصلاه فيظلم نفسه، يقصر في حق الله فيظلم نفسه. من منا لا يظلم مثلا او لم يتعرض لموقف ظلم فيه احدا. انت قد تظلم زوجتك وانت لا تدري. تريد ان تفرض رأيا معينا وهذا ظلم لها وانت لا تدري. فانت اذا حملت على كتفك ظلما يتراكم حتى تصيبك هذه الايه يوم القيامه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن لا يحملون ظلما ابدا. الله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم خشعت وخضعت وذلت وتواضعت لا يستطيع احد في ذلك اليوم ايها الاحبه ان ينطق بكلمه واحده الا باذن الله لا يستطيع احد ان يتحرك الا باذن الله لان الخلق كلهم بين يدي الله الذي ينادي لمن الملك اليوم؟ الكل صامت ساكت لا يتكلم فيجيب نفسه عز وجل فيقول: لله الواحد القهار. وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب ماذا بعد ذلك؟ تخيل معي اخي الحبيب وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما أنت قد تظلم إنسانا بالنميمة عليه قد تستهزئ بإنسان اليوم اليوم أحبتي في الله مقاطع السخرية من الآخرين تملأ الإنترنت وهي الأكثر مشاهدة للأسف أن تضيع وقتك بالاستهزاء بالآخرين هذا الظلم لنفسك والظلم لمن تستهزئ به لانه قد يكون افضل منك وانت لا تدري فالاسلام حرم الاستهزاء محرم الاسلام ليس فيه استهزاء ايها الاحبه الاستهزاء صفه الكافر الملحد الله تعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن إذا أنت عندما تسخر من إنسان قد يكون أفضل منك عند الله فهذا ظلم له وظلم لنفسك تحمله يوم القيامة أمام الله وقد خاب من حمل ظلما أنت عندما تأكل الربا وتستسهل أكل الحرام هذا ظلم عظيم تحمله على كتفك يوم القيامة وقد خاب من حمل ظلما أنت عندما تسيء لجارك هذا الظلم له عندما ترى إنسانا يحتاج المساعدة أو يحتاج خدمة معينة وأنت قادر أن تؤديه له تؤدي له هذه الخدمة وتمتنع عن ذلك أنت تظلم نفسك وتظلم هذا الشخص الذي هو بحاجتك والله وضعك في موضع الناس يحتاجون إليك في هذا الموضع قد تكون في وظيفة في مكان عمل معين والناس بحاجتك شخص لم تساعده هذا الظلم له وظلم لنفسك تحمله أمام الله يوم القيامة طبعا مع قدرتك على المساعدة من دون أن يحدث ضرر لك يعني اليوم ايها الاحبه هذا العصر انا اتوقع ان سبب البلاء اساسا الذي ينزل بنا طبعا هناك اسباب كثيره ولكن من اهمها منع الخير عن الاخرين صفه مناع من للخير ان تمنع الخير عن الاخرين هذه صفه سيئه جدا تحمل معها ظلما كبيرا سيجعلك ممن تنطبق عليهم هذه الايه وقد خاب من حمل ظلما، لذلك ايها الاحبه انتبهوا جيدا واحفظوا هذه الايه، هناك ايات ينبغي بالفعل ان نحفظها ونتذكرها في كل موقف كلما وسوست لك نفسك او وسوس لك شيطانك او قرينك ان تظلم احدا ولو بكلمه تذكر هذه الايه تذكر انه سياتي يوم وهذا ايضا نداء للمتكبرين في الارض الذين اعطاهم الله المال والسلطه والشهره ومكنهم فيتكبر على الناس يستكبر لا يتواضع يجب ان تتذكر انه سياتي يوم تكون ذليلا أمام الملك سبحانه وتعالى خاضعاً له لا يوجد تكبر المتكبر واحد في ذلك اليوم هو الله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم لماذا الحي والقيوم حي لا يموت بينما أنت ستتعرض للموت ذكرك أنك ستموت أيها الإنسان هذه قضية ضرورية أيها الأحبة يعني اقوى رادع للانسان يمنعه من الظلم هو ان يتذكر الموت فكلما هممت بظلم احد تذكر انك ستموت وان هناك اله حي لا يموت قيوم قائم على العباد مسيطر على عباده يتصرف بكل شيء في هذا الكون سيخضع وجهك له وستقف ذليلا امامه في ذلك اليوم لذلك الافضل ان نتذلل الان لله ونسجد لله ونخشى الله الان لكي نكون يوم القيامه من الفائزين نكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله نكون ممن يغشاهم النور في ذلك اليوم ايها الاحبه ممن يتغمدهم الله برحمته ممن تحفهم الملائكه في ذلك اليوم لذلك كلما تذللت الان لله عز وجل وتواضعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فعندما تتذكر ذلك اليوم وتتذكر هذه الايه ستكون قوه محركه لك تمنعك من الظلم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذه المعلومات واكرر واختم بهذه الايه ارجو ان نحفظها ونتذكرها دائما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم انه الحق.